السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير الإخوان؟ لبس عليكم بخير، صحيحة، العائلة، طويرات. أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يسر الأمور للجميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كدير مع الموسم الإخوة؟ كل شيء مزيان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والبركة للجميع يا رب. بين قوسين الإخوة، يعني واحد الأخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه، صديق يعني ما كاينش هنا في أمريكان ولكن خارج أمريكان، في أوروبا هذا هو اللي كاين. فيقول لي الإخوة دائما، يقول لي بأنه دائما ملي تنوري شي طيور عندي تنتصاب بالعين، يعني تيموتوا لي الطير، تيموت لي هذاك الطير اللي وريت وهاد الأمور. ف دائما دائما الإخوة إذا شفتوا عند خوكم المسلم يعني ادعوا له بالبركة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك، يعني فادعوا لأخيكم بالبركة أو قولوا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والله الإخوة يعني تنعرفوا كاين بعض الإخوة اللي ما تيحاولوش يعني يديروا هاد الامور اللي تيديروا اي مولوع، ولكن تيصوبوا خوتهم بالعين. هذا هو اللي كاين، لانه العين حق الاخوه، العين حق، هذا هو اللي كاين. كاين بعض الاخوه اللي يعني تيصيب خوه المسلم بالعين، مذكوره في السنه الاخوه، فهمتيني، مذكوره في السنه. فلهذا يعني الى عجبتكم شي حاجه الاخوه دائما قول اللهم بارك، يعني دعي اخوك بالبركه حتى يعني تتهرس هذيك العين. هذا هو اللي كاين الاخوه، لانه اكثر ما في الامه ديال النبي صلى الله عليه وسلم حيتصاب بالعين، وهي تتسابق مع الاجل وزيد وزيد وزيد. فلهذا يعني دائما دائما يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما اعطانا، لانه الارزاق الاخوه الله سبحانه وتعالى هو اللي متكلف بها. الله سبحانه وتعالى يعني خلقك مقسم لك الارزاق ديالك، وكل واحد مقسم ليه الرزق ديالو. كاين اللي يعطيه مثلا في هذاك النهار يعطيه 20 دولار، كاين اللي يعطيه 60 دولار، كاين اللي يعطيه 100 دولار. فعلاش انا حسد خويا المسلم اللي يعني مثلا عنده واحد الشيء زوين، فلا بد ادعي ليه، من الاحسن ادعي ليه بالبركه، لان هناك ملك يقول لك ولك بالمثل. فعلاش انا نصيب خويا المسلم بالعين، وحتى الكافر تاهو كذلك. هذا هو اللي كان الاخوة. فلهذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما اعطانا. يعني الاخ قال لي الله يجزيك بخير، الى قدرتي اذكر لنا واحد تذكرة. يعني مثلا هاد الاشخاص اللي متابعينك حتى ما يكونوش متابعيني انا، ولكن قال لي لح عليا، قال لي لما كان شي مشكل يعني تذكرنا ان شاء الله، متابع لك القناه ديالك وتنشيري لك القناه ديالك عندي انا يتانا كذلك. فلهذا الاخوه يعني هادشي علاش انا بغيت، انا مثلا بغيت نهضر في هاد الامور هادي، تنبغي نبقى في الهوايه. الا ذكرت شي حديث او ايه يعني هذا هو اللي كاين الاخوه للتذكيره. اما الاخ لح عليا، فلهذا يعني بغيت نطرق لهذا الموضوع هذا ان شاء الله. فلهذا دائما دائما الاخوه يعني سالوا الله سبحانه وتعالى البركه، هذا هو اللي كاين، الارزاق اللي مكلف بها والله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي كاين. خرج توكل على الله وجد راه توجد، ولا يعني تعبتي على واحد الامر راه سبحان الله راه تتلقى الحصاد ديالو يا اليوم يا غدا يا في المستقبل. ولكن ما عمرك ما تقول بانك راه فهمتيني راه ما عنديش، ولا راه هادي، ولا القضيه راه ما عمرك ما تقول هذه. راه الله سبحانه وتعالى راه خلق واحد الطير تيخرج من العش ديالو تيمشي يطير يقلب على الرزق ديالو، وتيقلب عليه وتيضارب عليه وتيكون في خطر وكل شيء، وتيجيب الوليدات وتيجيب حتى هو، تيجي من فوق يعني الحنجره ديالو. يعني كاين واحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب خماسة بطانة ويعود خماسة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الإخوة يعني دائما توكلوا على الله سبحانه وتعالى في الأمور،
داكشي ديال الدنيا والاخره فحيكون بخير ان شاء الله، ولكن الصبر الصبر الصبر. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والبركه للجميع، اللهم امين. بالنسبه للاخوه يعني واحد الموضوع يعني مهم مهم ان شاء الله، يعني للمناعه، للمناعه، تعزيز المناعه الاخوه، تقويه المناعه، بزاف الامور. فهذا العكبر الاخوه وفيه حبوب اللقاح، يعني حنا عندنا هنايا تلقاه في ماركت باسكت راه ممتاز. العكبر الاخوه عنده فوائد كثيره، فوائد كثيره، تعقم من البكتيريا ومن الفيروسات وحتى يعني الفنجس، هذا هو اللي كان الاخوه يعني مقوي للمناعه، يعني ممتاز للجهاز التنفسي، يعني تقوي الكبد، ممتاز للكبد الاخوه حتى كذلك، وحتى الجهاز الهضمي الاخوه، الجهاز الهضمي، و يعني في منافع كثيره، منافع كثيره، هذا هو اللي كاين. ممتاز الاخوه للذكور والاناث كذلك، هذا هو اللي كاين الاخوه. يعني بحث على هذا العكبر هذا وعطيه الطيور ديالك، تنعطيه هنايا ملعقه، ملعقه كبيره تنديرها في جوج ليترو ديال الماء، ملعقه كبيره تنديرها في جوج ليترو ديال الماء، تنعطيه لهم مره في الاسبوع، لي مره في الاسبوع لي 10 ايام، مره في يا في الاسبوع يا في 10 ايام، هذا هو اللي كاين الاخوه. حيتنا لابد لابد على حسب النظام الغذائي اللي غادي معاهم في المياه، ويعني هذا هو اللي كاين. فلهذا يعني حاول تعطيه الطيور ديالك، انا تنعطيه في المياه ومست عليه تقريبا واحد شويه، عصرت عليه شويه ديال الحامض، عصرت عليه شويه ديال الحامض، هذا هو اللي كاين الاخوه. حتى يعني فيتامين سي، يعني لانه الاجواء ديالنا بدات تسخن شويه، خصنا لابد نعطيو الطيور ديالنا الاخوه الفيتامين سي. يعني تقدر تعطيهم الفلفل، تقدر تعطيهم يعني الاورنجز، تقدر تعطيهم الحامض القارص كيف يقولوا الاخوه الجزائريين. تحياتي الاخوه الجزائريين المتابعين للقناه ديالي، تحياتي لكم من هذا المنبر، ربي يحفظكم وييسر اموركم، اللهم امين. والاخوه كاملين المتتبعين، فهذا هو اللي كان الاخوه، يعني تنعطيه الطيور ديالي ولله الحمد، يعني لتعزيز المناعه الاخوه، لانه خصنا لابد الطيور نعززوا لهم المناعه، وبالاخص دابا الطيور الصغيره، الطيور الصغيره. بالنسبه للاخوه الطيور الصغيره تيتشكاو بزاف الناس من الفيسبوك، تنصحكم الاخوه انه الطيور الصغيره الا ما لقاتش الماكله كافيه عندها في الـ في الـ في, في سميتو في, في الاكل يعني متنوع، فاول حاجه تتقلب عليها، لانه تتقلب على الاشياء، فاول حاجه يبان لها يبان لها البراز ديالها، فإذا بدات تاكل لك البراز فهذه القضيه هذه من اكفس واخيب حاجه، تشوف الطيور ديالك تتاكل البراز ديالهم، لانه حيمرضوا لك بالكوكسيديا لا محاله له، فحتكون كوكسيديا. فلهذا حاول تعطيهم الاكل، اعطيهم الكالسيوم، اعطيهم الجريتس دائما، يكون عندك الاكل، اعطيهم الفاطي، بغيتي تعطيهم نهار نهار لا، هذا هو اللي كاين الاشياء هذه، باش ملي يكون عندهم واحد الاكل يعني متنوع فراه ما يشوفوش في البراز. مع النظافه، مع النظافه، يعني لا لقيتي واحد الجبال والهضاب ديال البراز عندك في الاقفاص، فحياكلوا منه وحيمرضوا لك وحيتصابوا لك بالامراض، وحتبدا تشك في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في الواتساب ولا في الماسنجر. فلهذا تنصح بالنظافه وتعزيز المناعه الاخوه، فهذا تسقينا من الامراض كامله ان شاء الله. يعني ملي تنعزوا المناعه، ملي تنقول تعزيز المناعه بالاشياء الطبيعيه، بالاشياء الطبيعيه، راه عندنا الكارليك، راه عندنا الثوم، راه عندنا البصل، عندنا الزعتر، عندنا الزعيطره، عندنا القريص، عندنا الهيبيباء الان راه ممتازه الاخوه، عندنا العسل الحر، عندنا بزاف الاشياء، بزاف الاشياء، النعناع حتى هو كذلك الاخوه، عندنا الفلفل الحار، عندنا بزاف الاشياء ولله الحمد طبيعيه، عندنا الخرقوم البلدي. فهاد الاشياء هذه عندنا ولله الحمد اللي تعزز المناعه وتقينا من الامراض ان شاء الله، مع النظافه. وتنقولها النظافه، النظافه، ملي تنقول النظافه الاخوه، النظافه تتكون الهواء
الأقفاص، الوكالات الشرابيات والأرضيات. ف يعني تكون يعني ثلاثة المرات في الأسبوع، مرتين في الأسبوع تكون ديال الأرضية، ومرة في الأسبوع تكون بصفة عامة. يعني تحاول تعقم الهواء تهو كذلك، تحاول تعقم المشربيات والوكالات، يعني تغسلهم. هذا هو اللي كان الإخوة، وإن شاء الله يكون الخير. والقريت الإخوة، القريت حاول تغيره مرة في الأسبوع، حاول تغيره مرة في الأسبوع، هذا هو اللي كاين. لأنه راه يعني كيتبرزوا عليه و بزاف الأشياء، يعني هو تيمتص هذاك الماء وهذيك الأمور اللي يقدر يكبر فيها شي أشياء بحال البكتيريا ولا هاد الأمور. فلهذا يعني نحاولوا نغيروه مرة في الأسبوع، يعني هذا القريت أو سميتو الرملة اللي تنجيبو من البحار ولا التراب ديال الطبيعة، هذا هو اللي كاين. فهذا نحاولوا نغيروه إن شاء الله، هذا هو اللي كاين. هو راه مزيان ليهم، عنده منافع ليهم، ولكن إلا خلينا طول أكثر من أسبوع ف حيضر الطيور ديالنا، هذا هو اللي كاين. بالنسبة للإخوة الكنار هاد السنة، اللهم لك الحمد، كاين حبات ولله الحمد، يعني فرغت شي حبات ولله الحمد اللي نقدر نستعملهم السنوات الجاية إلى طال العمر، هذه وحدة. بالنسبة للخضار كاينين شي حبات ولله الحمد، اللهم بارك. وحتى السسكن تاهو كذلك، اللهم بارك. من ناحية الهجين كاينين شي حبات هاد السنة، يعني بالنسبة كما تلاحظوا هذا الخضري باقي صغير، وكاين عاوتاني المغني الإفريقي تاهو كذلك جا لداخل. كاين الخضري تاهو كذلك الحمد لله. يعني بديت في التهجين لأنه حيت الذكور ديال الكناري، حيتهم الرازة، يعني الحمد لله فرغت شي حبات اللهم لك الحمد. فكر بعتو لأنه باغي نخليها الأناتي إن شاء الله، شي ثلاثة الأناتي وفيما تبقى يعني حنبيعو إن شاء الله، هذا هو اللي كاين. الذكر الآجت اللي حامل إيزابيل، هذاك خليته عند واحد الأخ صديق لي، خليته عنده، قلت لي هاكا خليه عندك ان شاء الله، تنشوف ان شاء الله السنه الجايه ولا نجيب لك شي انثى ولا جوج ديال الاناتي تبقى تفرخهم عندك ان شاء الله، وناخذ من عندك شي جوج نتوات، هذا هو اللي كاين ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. ونخلي لك الذكر باذن الله. يعني مزيان يكون معاك شي شخص ولا اخ مقرب يعمل معك هذه العمليه هذه، لانه بالنسبه لي الاخوه يعني انا تنحب الكنار بالنسبه للاناتي اللي نقدر نستعمله في التهجين، لانه انا تنبغي الهجين هو اللي عزيز عليا، وبالاخص الهجين ديال الفنش مع الفنش. اما الهجين ديال الفنش مع كناري حتى هو تنحبو حتى هو كذلك، ولكن انا تنبغي الاصعب، هذا هو اللي كاين. ولكن الاناتي تنبغي نستعملهم يعني باش يكبروا هذوك الوليدات ديال الهجين، وفي نفس الوقت ندير الهجين ديال الفنش مع الكناري في نفس الوقت، هذا هو اللي كاين الاخوه، هذا هو اللي كاين الاخوه. اللهم ندير شي اناتي اللي يكونوا زوينين، اللي يخرجوا لي بعدا الهاجين زوينين، وفي نفس الوقت نستعملهم يعني باش يكبروا لي الطيور الاخرى. والحمد لله توفقت هذه السنه ديال واحد الهاجين اللي ما عمرني ما درته من قبل، وان شاء الله حنوري لكم فيديو عما قريب ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. يعني كاين اشياء جميله ولله الحمد، وما توفيقي إلا بالله، اللهم لك الحمد والشكر، هذا هو اللي كان الإخوة. من ناحية الحسون هاد السنة، يعني الأخ اللي ديالو الحسون كان دا الأنثى، فجبت أنثى أخرى إن شاء الله أنا خدام عليها، واللي سمع هاد الفيديو راه زهير جاب أنثى، راك عارف. الحمد لله على كل حال، الحاجه ديالي والحاجه اللي ماشي ديالي اخويا ما نبقاش نشدها من اليوم فصاعدا، هذا هو اللي كاين. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
هذا هو اللي كاين. اللهم نبقاو ساكتين ان شاء الله، هذا هو اللي كاين. الله ييسر الامور للجميع، والله يوفقنا لما يحب ويرضاه، ويبارك لنا فيما اعطانا، ودائما حتشوفوا الجديد ان شاء الله. اسمحوا لي هذه الايام يعني ما تنديرش فيديوهات وهذا الشيء، فلظروف لظروف هذا هو اللي كاين، لظروف. كنت باغي نزيد بعض النقاط على التهجين. الاخ عبد الصمد من الجزائر كان سالني ديال الهاجين ديال الحسون مع السسكن. فيا اخي بالنسبه لي انايا كتفرغت شحال هذه الحمد لله، ولكن قبل ما ينقزوا لي من العش كانوا ماتوا لي، كانوا ماتوا لي دول اللي كاين، لانه كانت عندي كنت يعني الغرفه ديال الطيور كانت عندي الفوق في الدار، الفوق ماشي الدار ديالي ولكن كنت كاري تقريبا. درجه الحراره اللي كانت تما سبحان الله درجه سخونه، واخا كنت ندير داك المبرد ما كانتش تقضي على حتى شي حاجه. ف سميتو كانوا ماتوا لي في العش جوج، كنت فرخت جوج ما شاء الله زواولين، يعني كنت فرحان بهم، ولكن الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى تعوضك تعوضك، اللهم لك الحمد. فاستعملت الانثى ديال السسكن، استعملت الانثى ديال السسكن تتكون سهله، تتكون سهله، والذكر ديال الحسون تتكون اسهل. اما الى درتي العكس تتكون اصعب شيء ما، تتكون صعب شيء ما. يعني يا إخوة يعني هذه خدوة قاعدة، يعني من ناحية التهجين يعني في المرحلة ديال تغيير الريش تتوضع الأنثى مع الذكر، ولكن مع واحد العازل، ما هو واحد العازل ملي تيسالي وتغيير الريش يعني تتزيل هذيك العازل، تتخليه يدخل عندها مرة مرة، ودير لي العازل اللي ما يشوفهاش ما تشوفوش. والله واخا توضع يعني أي طائر كما كان ملي تتعمل هذه العملية فحيكون هناك انتاج ان شاء الله باذن الله. هذا هو اللي كاين. ف تديو على بعضياتهم، الرائحه تتكون مقربه، وحتى يعني ما تبقاش يخاف منها، تتقرب منها هذه الامور يعني مع بعض المكملات الغذائيه اللي تتعرفوها الاخوان. ف يعني اسهل طريقه يعني بلا ما تبقاو تسولوا هذا السؤال، لانه راه سهل الاخوان، راه اي هجين راه توضع يعني اي طائر مع طائر تتعمل مع الطريقه هذه. يعني مثلا في تغيير الريش وضع الانثى وضع الذكر وخلي يشوفوا بعضيات مع الحازج، يعني ستوضع واحد الحازج هذا هو اللي كاين. يعني مثلا هذا خلي يشوفوا وتشوف، ما يدخل عنده ما تدخل عنده، هذه في البدايه هذا هو اللي كاين الاخوه. فملي تتعمل هذه العمليه هذه تيتوالفوا هما، تيكون واحد الخوف بيناتهم، ولكن مع المده تغيير الريش يعني راك عارفين تغيير الريش تبقى واحد شهرين، وملي تبغي دير لهم يعني التشويق في هذه الحاله هذه تدير لهم التشويق، تتسد عليه ما تيشوفه ما تتشوفه، تعطيه هو المكملات الغذائيه وصافي هذا هو اللي كاين، وتيكون غير الخير ان شاء الله هذا هو اللي كاين. فهذه الطريقة يعني ما كاين لا نزيد عليك ما ننقص عليك، طريقة سهلة راه تقدر ديرها مع السمان وطائر آخر ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو اللي كاين الإخوة. نتمنى تكون معلومات مفيدة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتنا أجمعين، وإن شاء الله حنوريكم الطيور ديالي ديال الكنار بإذن الله، كاين شي حاجة زوينة ولله الحمد، اللهم بارك. وهذا هو اللي كان الإخوة، الله ييسر الأمور للجميع، والله يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وجزاكم الله خير، وتحياتي لكم أجمعين الإخوة. وحاولوا تنشروا هذا الفيديو وديروا لايك باش تشجعوني إن شاء الله نعمل فيديوهات. وسمحوا لي هذه الايام يعني مع العمل راك عارف الظروف ديال 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 العمل، هذا هو اللي كان الاخوه، هذا هو اللي خلاني ما عملتش فيديو ان شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.